نتواصل معكم مشاهدينا وحديثنا الآن حول مشاركة مهمة لوفد أردني متميز من أساتذة الجامعات والإعلاميين بمشاركة في مؤتمر حول الصحوة الإسلامية وأساتذة الجامعات والتي عقد في طهران الأسبوع الماضي. طبعا يعني توصلت الصورة لهناك من خلال أوراق عمل قدمت من خلال الداعية والمفكر الإسلامي وأيضا الإعلامي الدكتور خالد البزايعة حول التجربة الأردنية فيما يتعلق بالإصلاح السياسي، وكانت مشاركة رائعة جدا. وأنا بس بدي أنوه كان بمشاركة 650 من المفكرين والإعلاميين وأساتذة الجامعات وأيضا بمشاركة 81 دولة. للحديث حول هذه المشاركة المهمة فاسمحوا لي أرحب أجمل ترحيب بضيف برنامج يوم جديد الإعلامي والمفكر الإسلامي الدكتور خالد البزايعة. أهلا وسهلا فيك دكتور. صباح الوقت أختي لنا. والله يعطيك العافية. الله يعافيك. وأنا دائما يعني فخورة بأنه أنت ضيف برنامج يوم جديد المتميز. الله يكرمك. بكر الراقي والرائع واللي بتوصل الصوره الاسلاميه المعتدله للجميع. اهلا وسهلا. الله يرضى عليك وانتم ايضا باسلوبكم وبرنامج هذا نعتبره نحن عصف ونواره ما يبث على شاشه التلفاز. اهلا وسهلا فيك. الله يكرمك. اهميه هذا المؤتمر دكتور، واحنا بنحكي على انه مشاركين في اساتذه الجامعات، يعني احنا بنحكي على ناس لهم تاثير في المجتمع، اصحاب المنابر والمحابر هذول لهم التاثير المباشر على الجمهور وعلى المتلقي. أهمية هذا المؤتمر الذي عقد في طهران الأسبوع الماضي. أختي لنا، لا شك أنه مؤتمر الصحوة الإسلامية وأساتذة الجامعات كما عنون له في طهران ما بين الثامن والحادي عشر من ديسمبر، يعني قبل 10 أيام تقريبا، كان مؤتمر حاز على أهمية دولية، بحيث كانت التغطية تقريبا لما يقارب 160 دولة تقريبا، فرأينا اهتمام شديد وعظيم بهذا المؤتمر. هذا المؤتمر كان يهدف إلى وضع معالم للصحوة الإسلامية الجديدة. هل ما يجري في الوطن العربي والعالم الإسلامي، هذه الحركات التي تجوب الشوارع، هل هي تشكل صحوات إسلامية بذاتها؟ هل الغرض منها إيجاد معالم الوحدة، إزالة الفتن، إيجاد كلمة واحدة وصف واحد للعالم الإسلامي، إلغاء التبعية الاقتصادية، إلغاء الهيمنة الغربية على الاقتصاد والثروات العربية والإسلامية؟ هذه أهم المعالم التي كان يدور حولها الحديث في المؤتمر. التقى نخبة من مفكري وعلماء العالم من 81 دولة كما ذكرت أختي لانا. كان العصف الذهني، يعني أحيانا يكتب الواحد منا 170، أنا كتبت 178 صفحة، فقل وصلت إلى 39 ثم إلى 10، فكان بدك تعطي زبدة وتتميز بشيء أمام وفود عالمية مفكرين، يعني كنا لعننا من أصغرهم سنا ممن شارك في هذا المؤتمر. لكن بفضل الله تعالى كان للأردن دور، كما هو علمنا القائد والأستاذ الأول جلالة الملك حفظه الله، لنا دور أينما كنا، يعني الغي المسلم كالغيث أينما حل نفع. فبحمد الله تعالى أرينا الصورة المشرقة والدائمة التي كانت ينبغي أن تظهر. إيران أختي لنا كما تعلمين أخذت زمام المبادرة بطرح موضوع الصحوة، فناقشت موضوع الصحوة والمرأة، موضوع الصحوة والشباب، موضوع الصحبة والإعلام، ثم جاء دور كما تفضلتي أنت، دور العلماء والمفكرين، لأن هؤلاء سيكونون سفراء عندما يعودون، ينقلون، يؤثرون، يعني الشباب يستمع، يكتبون، يخطون إلى ذلك. فكان التركيز هذه المرة، ومن هنا أيضا كان كثير من التوصيات التي كانت مفيدة على مستوى العالم العربي والإسلامي لهذا المؤتمر. طيب نحكي عن يعني كيف كان استقبال وفد الأردني، وخاصة أنه كان، أنت حكيت لي كان مطلوب ورقة عمل واحدة فمددت إلى ورقتين عمل. نعم. وكانت محاضرات، يعني كان فيها نقاش كتير ساخن، وأوصلت التجربة الأردنية لهنا. نعم. الله يكرمك. فكيف كان التفاعل مع الوفد الأردني؟ صراحة أنا كنت برفقة الأخ الحبيب أستاذي ودرسني في الجامعة الأردنية الدكتور محمد هشام سلطان. نعم. نائب رئيس جامعة البيت، كان هو رئيس الوفد، لكنه يعني آثرني فقال أنا لن أتكلم في هذا المؤتمر، يعني سأجعل لك الأمر، أنت تلميذي وإلى آخره، فأنا أقدر هذه الثقة. حقيقة اختير في اليوم الأول 70 من العلماء من كافة الدول، من سيراليون وكينيا والولايات المتحدة وبريطانيا، وكان دور الأردن تقريبا المتوسط. كان عنوان كلمتي أنا الصحوة الإسلامية آمال وطموحات، معوقات الشق الثاني لا أريد أن أدخل به، لكن لابد، وثرواتنا الإسلامية شاهد عصر وهوية أمة.
يعني من باب انه الحفاظ على المقدسات الى اخره. عندما تكلمت يعني امسكت الورقات، انا لا احب عاده ان اقرا من ورقه، فلا ادري لعل التعب الذهني احيانا يورث المرء بفضل الله تعالى يعني زخما فكريا يلقيه مباشره، فتركت الورقه وتكلمت من القلب وسقطت الكلمات على القلب. لذلك يعني حظيت بفضل الله تعالى بموازنة أردنية، بينت أن المملكة الأردنية الهاشمية لها من المكان ما لها، لم نعرف للعنف عنوانا في الحراك، لم تسل الدماء وإن كان سقطت على الهوامش إلى آخره، لأن البعض كان يراهن أنه لا بد للشارع الأردني أن يتزحزح وأن يتغير. قلت لهم نحن نسير في التغيير، نحن نسير إلى آخره. بعدما أنهيت طبعا كان هناك موفدون عن حركة حماس وفتح إلى آخره، كثير من حركات المقاومة في العالم العربي الإسلامي كانوا موفدين عن بعض الأحزاب الإسلامية، الإخوان المسلمين وغيرهم في هذا المؤتمر، لكن كانت النظرة الأردنية بالإجماع هي النظرة الوسطية المعتدلة بالإجماع. يعني هنالك من غالى يعني يريد، قال لا بأس أن تسقط العروش بإراقة الدماء إلى آخره، لكن قلنا نحن لا نريد هذا الإصلاح، هذا الإصلاح الممزوج بالدماء نحن لا نريده. فما كان من الأمين العام اللي هو الأستاذ علي أكبر ولايتي إلا أن أنعم علي وقال أريد أن أسمعك مرة أخرى غدا. فثارت حفيظة الكثير، يعني 700 ولم تختاروا إلا 70، ثم الأردن يتحدث مرتين. فرأينا كرم الضيافة وحسن الرفادة. صراحة الرئيس أحمد نجاد يعني أنعم علينا بهدايا. طبعا أنا هنا من هذا من شاشة التلفاز يعني قلت لن أخذ شيء، يكفي ما يعني استقبالكم وترحيبكم بنا، لكن نحن جئنا لنبين التجربة الأردنية كبرهان لإصلاح حقيقي وليس مجرد شعارات تحملها بعض الأحزاب وليس وقعا للأجندة الخارجية التي تطبق، لأنه الآن عندهم يقين كامل أنه كثير ما يحدث في ليبيا في سوريا في مصر حتى اليوم أصبح الليبيون يقول ليت القذافي بقي ولم نرى هذه الدماء والتفجيرات. طيب دكتور، هنالك بعض أكيد من التساؤلات اللي كانت يعني بمثابة عصف لأفكار الحضور، هل هنالك أسئلة وجهت إلى يعني الوفد الأردني في القضايا الإصلاحية السياسية الوضع الحالي، استفسار عن حال الأردن، شو كانت ردود الفعل؟ بشفافية كبيرة جدا وبصدق، يعني أنا أظن أنه في اليومين الأولين لم أستطع أتكلم بقدر ما أدلينا بتصاريح لوكالات أنباء، وكان الكل يقول لك أعطني شيء لم تعطيه لغيري. فالحمد لله تعالى كان توفيق، لكن صراحة كان من أهم الأسئلة هل ملككم هو الذي يقود الإصلاح؟ هل هو صادق بهذا الإصلاح؟ هل النظام الأردني سيتجاوز هذه المرحلة؟ وكانوا صراحة يصدمون. يعني قلت لهم أنا نوعا ما أضع نفسي في قالب مستقل، أنا لم آتي لمديح لأنكم تعرفون واقع الشارع الأردني، قلت عندما أتكلم مخالف للحقائق ستعلمون، لكن لدينا ملك يشعر بما نشعر قريب منا، أخذ على عاتقه الإصلاح لكن وفق القنوات الدستورية، إصلاح بعيد عن العنف، إصلاح بعيد عن تقطيع الأشلاء، إصلاح بعيد عن التفجيرات، إصلاح يتطلبه الأمن والأمان. فكانت الأسئلة أيضا تتبادر بدارا وجهارا، ما الذي حققتم؟ كيف ستصلون؟ خاصة عندما تكلمت الكلمة في اليوم الثاني وكان عنوانها الصحوة الإسلامية نحن بحاجة لها، لما أختي لنا الشرع يعني على العرب الآن والمسلمين أن يتقنوا جيدا لماذا لم يمر الربيع إلا بدول العالم العربي الإسلامي، لماذا لم يمر بأوروبا، لماذا لم يمر بأمريكا، يعني 50 ولاية 300 مليون متزامن مع بعضهم بعض يعني متسلسل، وبعضنا للأسف أحيانا يغمض عينه، يعني توني بلير وبراون وغيرهم قالوا إن لم نستطع أن نحتوي هذه الحركات الإصلاحية فلنوجهها، إذن هنالك أيدي غربية تلوك هذه الحركات. فأنا كنت وقلت أنا ذلك، قل جلالة الملك يراهن بالمواطن الأردني، قلت نحن رهان الأردن، نحن لا نعتمد على أمريكا في استقرارنا ولا نعتمد على الحركة الصهيونية عليه في استقرارنا ولا نعتمد على حتى المساعدات الخارجية في استقرارنا، نحن رفعنا الأسعار رغم أنوفنا لنقوم بوضع اقتصادي تمام لنصلح، لأن لو لم نرد الإصلاح جلالة الملك يعني هب وتكلم مرارا أن إن شاء الله تعالى سيعود الوضع أفضل مما هو عليه الآن، ونحن نعول كثيرا على آماله المستقبلية في هذا، لكن صراحة هم دهشوا نوعا ما بأنكم الأردنيون هل تعيشون هذه الساعة، قلنا نحن فرحون بالأمن، فرحون بالأمان، فرحون بالقيادة التي تفهم وتعي. هل هنالك كان في مقارنة دكتور خالد بين مثلا ما جرى في الدول العربية من ربيع عربي وما بين ما يجري في الأردن من يعني ربيع عربي لا
ولكن هو ربيع مزهر. يعني هل كانت في مقارنة من قبل الحضور، في تمييز واضح لمقارنة بين الدول العربية؟ أختي لنا هذا كان واضح بالكلام، يعني الإخوة من ليبيا، الإخوة من تونس كانوا حضورا بهذا المؤتمر. صراحة يعني عندما رأيناهم يتكلمون، سأقول لك أنا يعني حزنت لكن غيري بكى عندما أصبحوا يتكلمون أنه الثروات التي قامت شعبية انحرفت عن مسارها، نحن لم نردها هكذا. هم أقروا بذاتهم أن الهدف الذي كانوا يريدونه لم يصلوا إليه، لكن عندما تحدثنا نحن قلنا نحن فعلنا 1 و2 و3، الملك حل مجلس النواب، الملك أوجد هيئة مستقلة لمنع التزوير والشفافية بالانتخابات. نحن بفضل الله تعالى مهما كانت الإصلاحات تجري لكننا لازلنا ننعم بالأمن والأمان، بينما غيرنا. أختي لانا عندما تسمع الوفد الليبي والتفجيرات العراق والتفجيرات، يعني بالفعل والله كنت عندما أجلس مع كثير من الإخوة أجانب وعرب، نحن نحسدكم في الأردن فعلا، أنت المواطن الأردني مواطن ذكي، لأنه نحن لم نسلم هذه العقول، لم نفتح جيوبنا للآخرين، لكن هذا كله لا يمنع أن هنالك مرتزقة، أنا أقول مرتزقة، نعم، على الإصلاح، ولست أقصد لا سمح الله هيبة المواطن الأردني، نعم. هؤلاء أحيانا يريدون عنوة أن يجروا البلد إلى هاوية، لكن بفضل الله تعالى وعي المجتمع الكامل هو الذي أنقذ الشرع الأردني، نعم، وجعل من الربيع حركة إصلاحية تصحية في المسار الأردني. نعم. إذن إحنا خلينا نحكي انه هذا المؤتمر هو كان على 4 ايام، مظبوط، نعم، نعم. لكن كان يعني المشاركه خلال اليومين الاولانيات كان كثير شديد، خرجتوا بتوصيات دكتور، وهذا التوصيات اسفرت على انه كان في عندكم توصيه باقامه يعني انشاء اتحاد عالمي للاساتذه الجامعيين، نعم. ويعني انا بدي احكي هاي التوصيه هي كبيره جدا، لكن اكيد انه طموحكم ومساعيكم ان شاء الله راح يعني احنا بنحكي على اساتذه، احنا بنحكي على ناس مفكرين لهم تاثير، بيزرعوا الافكار في جيل نشئ بده يطلع، صح. فلماذا هذا التوصيه؟ أختي لنا عندما رأينا هؤلاء العلماء وهذه النخبة كما أوردت أنت وبينت مقدار التأثير الذي ينعكس على الشباب وعلى أوطانهم، كتاباتهم، خطبهم إلى آخره، كان لابد من إيجاد جهد عام يسقل هذا الإنتاج العلمي من هؤلاء العلماء، لأن هؤلاء كما تعلمين بعضهم عضو في أحزاب، عضو في حراكات، بعضهم مؤثر في الشارع، بعضهم له مكانة عليا في الدولة، بعضهم مستشار لرئيس من هؤلاء، بعضهم منظر اقتصادي، فكان لابد من توحيد هذه الجهود والطاقات والكفاءات بإيجاد اتحاد عام إسلامي فقط هو وغير مفتوح يعني على مصراعيه للأساتذة الجامعيين، يتم من خلال إيجاد بوتقة عالمية تؤثر في الشارع العربي إيجابا وفق معالم الصحوة الإسلامية المطلوبة، وليس وفق معالم الحركات الإصلاحية الغربية أو الأجندة الخارجية أو تخريب الأمن أو تدمير، فإصلاح كإصلاح سوريا لا نريده، وتصحيح كتصحيح كليبيا نهجره، والحال في مصر يرثى له، لكن بفضل الله تعالى تبين الأردن بعد سنتين هو بقمة الأمن، بقمة العطاء والإصلاح. وأنا أقول لكل من يقول أن الإصلاح بطيء، أقول له انتظر حتى يقام المجلس الحالي، ثم الملك وعد بمفاجآت بكل بساطة وشفافية ستكون خيرها على المواطن الأردني. لكن أيضا أختي لانا لابد هنا أن نشكر يعني صراحة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على نظرتها المستقبلية للعلاقات الأردنية، هم يريدون أن يفتحوا الباب، ونحن أنا من باب الدعابة قلت نتمنى أن يصل النفط الإيراني إلى عمان، لكن إن شاء الله سيصل بجهود جلالة الملك والقيادة الإيرانية سيصل، والشعب الإيراني يستحق الإحترام والتقدير صراحة إن شاء الله. دكتور إحنا بنحكي على موضوع صحوة إسلامية، وهذا المصطلح مصطلح يعني ليس بالشيء السهل، لأنه يعني تقوم عليه دول وتجلس دول. الصحوة الإسلامية إذا إحنا بدنا نأخذها كمصطلح كيف تصفها لنا؟ أجمل ما قاله الرئيس أحمد نجاد وكذا جلالة الملك في أكثر مكان، أنا دائما منحاز لكن غصب عني يعني سامحيني الله يرضى عليك، وأنت أحيانا يعني تأتين ببؤرة التوتر في النقطة. الصحوة الإسلامية هي عبارة عن حالة اجتماعية يقصد بها إيجاد وعي عام في الشارع العربي والإسلامي، الغرض منه إيجاد الاتحاد والتكامل الاقتصادي والسياسي في المواقف الخارجية، نبذ الفتن
نحن العالم العربي والإسلامي الذي ينشغل بسني وشيعي، نعم. ينشغل بالإخوان المسلمين والتحرير وجماعة الدعوة، ينشغل بحقوق المرأة، ثم ينهض الرجال يطالب بحقوقهم من جديد. خلافاتنا يعني خلافاتنا تطغى على الساحة، مع أن الأكثر فيما بيننا حالات الاتفاق، مثلا ما بين السنة والشيعة 90% من الأمور متفق عليها، لكن لا يطفو إلا أنه هذا كافر وهذا كافر، كل يكفر بعض. فالغرض من وجود هذه الصحوة إيجاد فكر عند هؤلاء العلماء يبث في جيل الشباب لإيجاد عناصر التوافق والتلاحم وإيجاد صف واحد وكلمة واحدة. هذا المراد. إيجابياتها إذا طبقت على أرض الواقع بفكرة معتدلة، لأنه إحنا للأسف خلينا نحكي أنه أي مصطلح يدخل في مصطلح إسلامي يعني نحكي هذا كل موضوع بنخاف منه، صحيح. لكن إذا أخذت هي ليست بسلبياتها، يعني هنالك إيجابيات كثيرة، صح. كيف يمكن أن تطبق دكتور خالد الصحوة الإسلامية حتى نجد ثمارها على أرض الواقع؟ وحضرتك أنا هذا السؤال بطرحه لأنه أنا أخذه من مفكر معتدل، من إعلامي ومفكر إسلامي معتدل وسطي في تفكيره الإسلامي، وأنا بدي أحييك على هاي النقطة، لأنه إحنا في حاجة لمثل هذه النماذج حتى تجذب الناس للدين الإسلامي والشباب. الآن حتى نجد ثمار الصحوة الإسلامية عندنا في الأردن بفكر معتدل على أرض الواقع إيجابيا، ما هي تصوراتك؟ أختي لانا، هو لا شك السؤال كبير كبير بما يحمل من أهمية وتأثير في الشارع. حملتك مسؤولية الإجابة يعني. ما أنا سأحاول جاهدا في أن أدلي بما أحمل، لكن أود قبل أن أدخل بهذا السؤال أن أقدم لك شكرا جزيلا. فمكتب سمو الأمير حسن وكذا مكاتب الملكي، نحن أثرنا أنه طلبنا من جلالة الملك على الهواء مباشرة أن ينشئ لنا مركزا للحوار الوطني، مركز بعيد عن لجنة الحوار، لكن مركز يخص قضايا الشباب، قضايا الأمة، يوصي يرفع بالتوصيات إلى الجهات ذات المعنى. وأظن أن الديوان بالاستجابة، وهذا الفضل لله ثم لك في أنك سمحت لنا بهذه المساحة. كيف نستطيع أن نقيم معالم الصحوة؟ المدرس يحمل أمانة من الله، يجب أن يكون مخلصا في عطائه، يجب أن يبتعد. الآن إذا أردنا أن نحيي الصحوة يجب أن نبتعد أولا عن نقط الخلاف، أن نوسع الدائرة للدعاء. وأنا أشكر التلفاز الأردني أنه يعني يظهر ويعطينا المساحة، صحيح. ويوالي بين أبناء الوطن، أيضا على التربية والتعليم وكذا الأوقاف والجامعات أن تنشر رسالة السماحة والوسطية والاعتدال فيما بين جيل الشباب، ليكون هذا الجيل هو القائد والمفكر غدا والمؤثر في المستقبل. إن شاء الله. أنا بدي أحييك دكتور خالد البزاعي وحضرتك إعلامي ومفكر إسلامي، كل الشكر إليك. دائما إحنا فخورين بتواجدك في برنامج يوم جديد ضمن هذا الفكر الإسلامي المعتدل. الله يبارك فيك. أهلا وسهلا فيك. شكرا. الخير. الله يبارك فيك.